بسم الله. لو جينا نشوف الاو سناب، وليكن مثلا هرسم لاين، تمام. هنا بختار ان انا هرسم نقطة مثلا، هنا ممكن احدد نقطة واديله المسافة ديت، اديله مثلا اللينس هيبقى 100، تمام. فبحدد نقطة وهو بيمشي اللينس 100، هنا بحدد نقطة لفوق، هنا بحدد الزاوية. طيب فرض ان انا اخترت اي حاجة منهم، بلاقي ان هو اول ما اختار بيديني حاجات للاسناب، يعني بيديني ممكن يقول لي ايه عن طريق النقطة كده، انا بختار عن طريق الاند بوينت. فلو جيت في اي نقطة هو بيشوف الاند بوينت القريبة منها ويختارها، يعني انا واقف هنا ومع ذلك هو اختار لي الاي بوينت او الاند بوينت اللي قريبة مني. هنا يبقى بقول له اي نقطة، اي نقطة هتلاقيها بنت حلال كده اختارها. ممكن اقول له لا ده انا عايز الكوارتر بتاع الدايره، تمام. فلو جيت اقف على اللاين هيجيب لي حتى الاند بوينت، يعني اللي هنا كل دايره فيها 4 نقط، بيختار الاربع نقط بتاع الدايره. او ممكن اختار من سناب هنا اقول له انا عايز اشتغل على فري حر، ماليش دعوه باي حاجه خالص، عن طريق جريد، انجذب للجريد، الاند بوينت، انا عايز سنتر بوينت، الريفرنس، الميد بوينت، الديستنس، الميد بوينت مانوال، حدد نقطتين، يبقى انا كده اخترت نقطة النص اللي بينهم، تمام. دي بعض الادوات الاوسناب السريعة جدا اللي بتخليني اتحكم في الشغل بتاعي عشان يطلع شغل مظبوط وهندسي.